طعن الإخوان المسلمين في الأنبياء، ده موجود في كتاب التصوير الفني في القرآن، يتكلم عن نبي الله موسى عليه السلام صفحة 164، يقول لنأخذ موسى إنه نموذج، حتى ما بقول عليه الصلاة والسلام، إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج. الهواري الرئيس أنصار السنة قال ده ما يعتبر سب، قال لا يمكن في لغة غوم وده ما سب. طيب الهواري انت عصب المزاج، أهله بيخلونا؟ لو قلنا كده يعني بيخلونا؟ زول تقول لي لو زول جاي انت ده، انت ده جاء قال لك أبوك عصب المزاج، ده سب ولا ما سب يا إخواننا؟ يا أخي لو ما سب، هل لفظة زي دي بتليق بنبي الله موسى؟ وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ويواصل يقول وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحا لموسى يعني، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب أي موسى إلى نفسه شأن العصبيين، يعني مصر ما كلمة فلتت، مصر على هذا الكلام ويمشي. ويقول عن موسى عليه السلام عودة العصب في سرعة واندفاع، ويقول عن موسى عليه السلام إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف، نعم ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. ويمشي يقول برضو عن موسى هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة، دي كلها أوصاف لموسى عليه السلام. بعد ده يدافعوا عنه؟ ما بدافعوا عن موسى عليه السلام، يعني ما بقولوا لا موسى ما كان كذا عليه السلام، موسى كان عند الله وجيها، ما بقولوا الكلام ده. بقول لك لا، سيد قطب ده كلامه ولغة غومه وما كان قاصد، ولأنه بأسلوب أدبي. شوف الناس المجرمين كيف، واحد يسب والثاني مسبوب سبه، يدافع عن السبة سيد قطب ولا يدافع عن موسى وإن كان هو رسول الله ونبي الله ومن أولي العزم الخمسة من الرسل وكليم الله. ديل فيهم خير يا أخوانا؟ ديل فيهم خير؟